بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الفيديو الثالث بالسي بلس بلس، وصلنا لعند جمل السي اوت والسي ان، جمل الادخال وجمل الاخراج. استعملنا جمله الاخراج اخر مره حتى نطبع الاسم والاي دي، اللي هو حيكون تاسك، اول تاسك باللابات حينطلب منكم انه تطبعوا اسمك مع الاي دي تاعك رقم الجامعي. وهسه نرجع نعملها من جديد مره ثانيه، وبناخذ بعديها جمل الادخال. جمله الادخال سهله جدا، ما بدها شيء، اللي هي نفتح مشروع جديد. تمام. نيو شيت. نرجع ندخل على البرمجيه. وصلت انا لهون البرمجيه. كليك يمين اد نيو ايتم. اخذناهم برضه المره الماضيه وشرحناهم كيف ندخل البرمجيه، ووصل اصلا على الاي ليرنينج من مهندسين لابات انه كيف تستعمل البرمجيه وكيف ترفع الحل. حكينا بنعمل انكلود استدعاء لمكتبه اسمها ايو ستريم، لابد منها، وبرضه يوزنج نيم سبيس اس تي دي وانتجر مين. نفتح مرة القوس أقواس مجعدة مشان نبتدئ فيها الحل، وريتيرن زيرو. بالعادة بحب هيك أترك فراغ كبير مشان نشتغل براحتي. هون حكينا إنه نطبع إيش؟ الاسم والرقم الجامعي. سي أوت إشارتين أصغر من دبل كوتيشن عبد الرحمن طه. تمام. في عندي سطرتين لأترك سطر جديد. الطريقة الأولى حكينا عنها، escape character مع ان، نحط الفاصلة المخطوطة. الطريقة أو سي اوت ل اللي هو 1799 مع الرقم الجامعي. وبرضه إذا بدي بترك هون سطر فاضي عشان ننظم حلي أكثر وأكثر. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إني أعمل سي اوت ل الاسم عبد الرحمن. بعديها هون بعد في الديبريكتيشن اشارتين اصغر من احط اند لاين انه ينهي السطر. هاي طبعا بتيجي لوحدها. وبرضه اشارتين اصغر من اكتب رقم الجامعي اذا بدي، بغض النظر ايش هو. وهيك وبقدر ارجع احكي هون اند لاين مشان ينهي السطر اصلا بدا فيه بالرقم الجامعي. هاي احد الطرق. بقدر طبعا اخذ هاي كلياتها، هاي لو اخذتها انا من هون ونزلت فيها لهون برضه بيزبط، ما بيعطيني ايرور ولا شيء. نفس البرمجيه راح يطلع طبعا الاسم مرتين والرقم الجامعي مرتين. هسه بعمل شير سكرين طب حعمل شير سكرين للشاشه كلها. تمام. هياته عبد الرحمن طه، ترك سطر من السلاش ان، وهون نفس الشيء ترك سطر من السلاش ان، هون ترك سطر من الاند لاين، وهون ترك سطر من الاند لاين، ترك سطر فاضي هون. وهيك بكون طبعا الاسم والامور تمام مع الرقم الجامعي. جمل الادخال السي ان كيف بيتم استعمالها؟ بنستعملها بالطريقه التاليه. سي ان اشارتين اكبر من اسم المتغير اللي انا بدي ادخل فيه قيمه. نفرض انه متدخل المتغير اكس، انا بدي ادخل قيمه متغير اسمه اكس، بس بيعطيني ايرور. ليش؟ بيحكي لي انا ما عندي بالبرمجيه او انا مش محجوز عندي شيء اسمه اكس، فانا بروح لازم احجز له بالاساس. حكينا بنعمل ديفاين لانتجر مثلا اسمه اكس، فاصله منقوطه، انتهى، راح الايرور. صار عنده هسه هو بالبرمجيه شيء جاهز اسمه ان، و بدي اعطيه قيمه. القيمة هاي وين بعطي اياها؟ شاشة التنفيذ السوداء. هسا بنجربها. اجيت انا بدي اطبع هاي القيمة سي اوت، القيمة اللي انا بدي اعطي اياها اللي هي اكس مثلا، نطبع القيمة اللي انا اعطيت اياها. بس هون بدي اعمل سي اوت اند لاين مشان يبين الادخال والاخراج فرق بيناتهم. بوسع بيناتهم بس مشان يكونوا اوضح. تمام. نفذ البرمجية. اتاكد ان الشير سكرين صح شغال. تمام شغال صحيح. هيا الشاشة هون.
المؤشر قاعد يتحرك بينبض بيستنى مني ان انا اعطيه ايش رقم، نفرض اعطيه رقم 6 هسه بيطبع على الشاشه، طبعا رقم 6 هون هذا الست اللي انا اعطيته اياها كان بيستنى مني، وهون اللي انا طبعت له اياها. هيك يكون عملنا جمله ادخال وجمله اخراج، وعرفنا طبعا الانتجر الاول لحتى يستقبل مني الرقم من المستعمل. نرجع نكمل للبرمجية. شير سكرين، نحول على البي دي اف فايل. تمام، اخذنا جمل الادخال جمل الاخراج، هاي الهيلو وورد مثل الاسم. تمام، احد الطرق استعمال سي اوت اني خلص استعملها كناتج مباشرة فيها. سي اوت 2 زائد 3 اوكي، بياخذ العملية الحسابية اللي تمت هون وبيحسب لي اياها. اذا حطيتهم بين دبل كوتيشن حكينا بيعتبر لي اياهم ياخذهم كصور وليس كقيم، لهيك حياخذ صوره الاثنين صوره الزائد صوره الثلاث، لهيك بيحط 2 زائد 3 ما بيعطيني قيمه. طيب احنا عرفنا انتجر اسمه هون اكس واعطيناه قيمه 50 وحكيت له اطبع لي ال 50 بيطبع لي عادي، عفوا اطبع لي اكس بيطبع لي ال 50 قيمه الاكس. انتجر اكس يساوي 50 حكيت له اطبع لي صوره الاكس، بروح يطبع لي اكس عادي وليس القيمه اللي انا سيرتها بالجهاز. تمام، جمله ادخال حكينا عنها هسه والوضع تمام. ملاحظه يتم ادخال قيم متغيرات اثناء تنفيذ البرنامج. نعم، اثناء تنفيذ البرنامج هي الشاشه السوداء اللي بنستعملها لحتى تطلع لنا النتائج لحتى ندخل فيها الارقام، هي شاشه التنفيذ. يتم تنفيذ البرنامج المكتوب بالضغط على كنترول اف 5. هسه وانا بالشاشه هاي سكرين، نعمل سكرين اياه، وانا بالشاشه هاي كيف بنفذ؟ بعمل كنترول اف 5 هيك بنفذ لي البرمجيه. في طريقه كمان اعتقد من هون بيلد بروجكت، بصراحه ما عم بستعملته من هون، كنت على الرموز خلصت كنترول اف 5 وتمشي الامور. هياتهم كنترول اف 5 ستارت ويزاوت ديباجينج من ديباج، ونفس الشيء لو استعملته من هون او كنترول اف 5 نفس الشيء ما بتفرق. نرجع للملف. طيب افترض ان لدينا تغيير اسمه اكس واردت ان اسمح للمستخدم بادخال قيمته. نعم، اذا زي ما عملنا قبل شوي خليت المستخدم يدخل قيمه اكس وطبعتها انا مثل ما بدي. تمام، حكينا انه لازم الاول نعرف لحتى ما يعتبر ايرور، لانه بيحكي لي انا ما في عندي شيء اسمه اكس، وين احط القيمه اللي بدك اياها؟ لازم اعرف قيمة اسمها X أو بغض النظر إيش الاسم. طبعاً تبعنا القواعد الصح للاسم أخذناهم برضه قبل هيك وبيزبط. حكينا جمل الإدخال والإخراج، حكيت لكم عنها الأيو ستريم بأول فيديو أعتقد، إنه ليش الأيو ستريم نستعملها؟ لأنه شاشة الإنبوت والأوتبوت لحتى يستقبل مني، لحتى إنه يستقبل مني ويعطيني بنفس الوقت. والاس تي دي حكيت لكم عنها لانه بتريحني من جمل طويله، يمكن عاد استغنى عنها بس حتكتب جمل طويله ونقاط راسيه غلبه، على الاغلب حتشوفون بالسلايدات مكتوبات الطريقه هاي، بس ما في حدا يعني بيستعملهم ابدا، مزعجات جدا. بقدر اطبع اكثر من شغله ورا بعض زي هيك عادي. سي اوت خلصت اللي بدي اياه هون، سي اوت خلصت اللي بدي اياه هون، بقدر برضه اكون وخلص فصل الخطه زي هيك. سي اوت اي بي هون ترك فراغ بس، اوكي بصير اترك فراغ عادي كمسطره. سي دي هاي هون قصده المين وليس المين فانكشن، هاي مين وليس من فانكشن. المين فانكشن حكيت لكم قبل هيك برضه، المين هو فانكشن بنستعمله لحتى نبلش برمجيه الحل. بكتب انا الكود بهذا الاطار داخل الاقواس المجعده هذول واموري تمام. Annotate, clear all drawings, ونكمل. تمام، لو اجيت انا بدي اطبع هلو وورد، زي ما قبل شوي طبعا الاسم، نفس الطريقة، انتجر مين، عفوا انكلود اي ستريم، ميوزك نيم سبيس اس تي دي، انت مين، هذول لازم تحفظهم حفظ يعني. ما عدا تشين زيرو، طبعا هون في قوس مجعد، اتوقع انه اللي تحت راح يكون نعم هياته، ما كفت صفحة قبل. وبس، طبع هلو وورد زي ما طبعا الاسم. هون يطبع A و B، C out A، C out B. طبعا هو كاتب هاي بسطر وهاي بسطر، الطباعة اجوا ورا بعض. برضه حكيت لكم ليش القصة،
انه بيعتبر البرمجيه ظلت تمشي تمشي لحد ما تلاقي امر يحكي لها انزل للسطر الثاني او لحتى ما يضل وسع عندي بالسطر اللي انا بضع فيه. هاي كمان سبب اللي حيخلي الكومبايلر او البرمجيه تنزل لسطر ثاني. طيب حكيت لك بقدر افصلهم طريقتين الاند لاين عادي باخذها زي كان بدي اطبع شيء زي كان بدي اطبع اند لاين هيك فعليا بدي اطبع انا اند لاين بروح بيعمل سطر جديد. والطريقه الثانيه هي سكيب كاركتر مع ام اللي هي عكس اشاره القسمه. اشاره القسمه بتيجي هيك هاي هيك هيك تيجي ام بتطبع لي اياها بتيجي مثلا زي شفتوها بالفيديو. اول شيء ننزل لتحت تمام هياته هاد هون اللي هون بالاول برمجيه بتيجيكم بيحكي لك write a C++ program to print your name and ID to the screen. بتدخل include airstream using namespace int main اقواس مجعدة بتنهيها وتحط return 0 قبل ما تنهي القوس مجعد. cout اللي بدي اياه end line بنهي سطر مشان يكون حل منظم. بعدها بدخل ال ID end line خلص. هيك الامور تطلع تمام. اوكي write a C++ program to ask that ask the user to insert a value of two integers. Your program should find and print the sum and multiplication of them into the screen. Include a stream. زي ما عملنا قبل شوي بالانتجر x احنا وطبعا x لوحدها. هو ايش بيحكي؟ اطبع لي ناتج ضربهم. نروح نكتب البرمجيه احنا بايدنا. Clear our drawings. اطلع لي من هون. تمام. نرجع للبرمجيه ان شاء الله بس يكون الشير صح شغال على سكرين. تمام. شغال على سكرين. حكى لي عرف لي انتجرين او انتجرين ولا رقمين حكى؟ كان تو انتجرز حدد لك انه تو انتجرز فالتزم انت بتعلمه انتجر x انتجر y. بقدر اكتبهم الاثنين سوا انتجر x وانتجر هيك فاصله y هذه فاصله مربوطه بيزبط الطريقه هاي بيزبط الطريقه هاي. الطريقه هاي ابسط واريح بتغلبكش باسطر كثير خلص لك على سطر واحد. بيحكي لي خلي المستخدم هو اللي يحط قيمهم تمام. Your program should find and print the sum multiplication of them into screen. هون اول شيء بدايه بحكي لي program that ask the user to insert a value of two integers. هو المستخدم حيدخل لهيك نعمل cn x او برضه مره ثانيه اشاره cn للواي. بقدر برضه اعملهم طريقتين cn x فاصله منقوطه cn y فاصله منقوطه طريقتين بيزبطوا لكن احنا بنستعمل الطريقه الابسط بالعاده زي هيك. ما بينفع اجي احكي له سي ان هي احد الاخطاء الوارده عندنا اكس مع واي كثير خربط فيها انا كنت احط زي هيك سي ان اكس مع واي ما بيزبط لازم اشاره الاكبر من اكبر من هيك بيعطيني ايرور لو اجي انفذ مش حينفذ مش حيقبل حيحكي لي في شغله غريب والله دقيقه لو مسحنا هاي هو لسه مش شايف الامر الثاني لو اشتغلت هيك دخلت رقم حسب يعطيني ايرور ما اعطى ايرور اوكي يمكن بالبرمجيه 2019 معدلينها مظبطينها الشغله بس مش قابل يستقبل مني غير رقم واحد الاكس مش قاعد يستقبل الواي يعني اوكي بعطيه الاكس خلص بينهي البرمجيه المفروض هو يقبل رقمين المفروض زي هيك تكون الحاله واي يستقبل مني البرمجتين هي الحاله اللي انا حكيت عنها قبل شوي الفاصله كانت تعطي ايرور هسه بعطي 6 بعطي رقم ثاني 3 مثلا هسه تخزنت عنده قيمه الاكس 6 وقيمه الواي 3 انا حكيت المستخدم يدخل القيمتين هسه شو بده بالقيمتين هذول اول مره بدي يطلع لي الناتج لهم سي اوت لا اكس زائد واي حكينا بنعمل اند لاين مشان حلنا نكون منظم او سي اوت ليش لإكس مضروبة في الواي وننهي الحل اند لاين ومنظم فاصلة منقوطة هيك لازم يطبع لي ايش لو دخلنا انا في اخر ستة 3 زائد 6 حيعطيني 9 ومضروبهم 18 هي 9 و 18 برمجية عندي اشتغلت تمام وعملت الكود اللي بده اياه بالضبط ننزل نكمل بالدوسية عندي شيء اسمه الاسكيب كاركتر طبعا الاسكيب كاركتر شفناه قبل شوي هيات هيك رمزه
عكس إشارة إشارة القسم إشارة القسم هيك عكسها هاي تيجي خط مايل لهون وظيفته إنه يتجاهل أو عفوا زي ما تحكوا بيكون اللي صمم البرمجية متفق مع المترجم الكومبايلر إنه إذا شاف الرمز هذا وشاف بعديه مثلا الحرف أن ينفذ أمر معين الأمر بهاي الحالة بيحكي لي إيش إنه روح أعمل سطر جديد في إحدى الطرق الثانية هيك مع الـ A بيعطيني صوت زمور الليف أعتقد إذا إنه خربت الرمز A في كمان رموز ثانية إنه بيرجع لي لبداية السطر ناسي إيش الحرف بالضبط ولكن بيرجعني لبداية السطر هسه برضو بنشوف له قدام موجودات كله مذكور وهيك استعمال الإسكيب كاركتر أو مثلا أنا بدي أطبع دبل كوتيشن أنا إذا جيت أطبع دبل كوتيشن حكيت له سي أوت سي أوت دبل كوتيشن هيك يعني مش هاي دبل كوتيشن تعيني بجيت أنا بدي أطبع دبل كوتيشن هاي الحمد لله ما بيزبط الحكي هذا ليش؟ الكمبايلر بيجي الكمبايلر بيجي بشوف سي أوت أوكي بدي أجي أطبع وين بداية القوس عندي هياته بدي أطبع الأشياء اللي هون ما في إشي هون لقيت سكيرت دبل كوتيشن خلص دبل كوتيشن اجى لهون حكى هاي ايش هاي غلط ما لها داعي يعني موجوده ومش مسكره وموجوده وما لها مكان لهيك هاي بيعتبرها غلط وبيعطيني ايرور على البرمجيه هون بيعطيني ايرور هاي الحاله في او جوينج داون لهيك حيعطيني ايرور لانه بيحكي لي انه وين الاشياء اللي بين دبل كوتيشن وفي دبل كوتيشن زياده غلط تمام بترجمها الكومبايلر زي هيك ليش طلع معي خطا كلير تمام بيقراها الكومبايلر زي هيك عند قراءه الاول دبل كوتيشن فهو يفترض اني بدات كتاب ثابت رمزي تمام يعني زي كاني بكتب اسم انا مش هيك ببلش بالدبل كوتيشن الاولى بدي اكتب نص بالداخل فبعد ما اخلص النص بسكر الدبل كوتيشن فهو لما يدخل بيشوف الدبل كوتيشن الاولى بيشوف هاي بفكرني انه انا هاي الثانيه بشوف فكر انه انا خلصت الكوتيشن تاعي اللي ابي اطبعه لهيك خلص بخلص وبعديها بشوف الكوتيشن اللي على جنب ما لها مكان غلط يعتبرها تمام اما اذا بدي اطبعها باجي بحكي له سي اوت دبل كوتيشن شحطه هاي الشحطه الاسكيب كاركتر اطبع لي هذا الشيء نرجع للون الازرق تمام سكر لي قوس طباعة فهو بيطبع لي اللي هون جوا طبعا لما نشوف قلنا الاسكيب كاركتر بيحكي لي خلص اطبع لي هذا الشيء هو هيك مبرمج الكود او البرمجية عفوا نكمل طيب هو نفس الشيء بيحكي لي اذا بدي اطبع مثلا الرمز هذا نفس المبدا حكينا احد الاستخدامات انه الاند لاين زي هيك الشحطة مع الـ end بيحكي لي end line بدالي بسطر جديد new line end line نفس المعنى بالنهاية نفس وظيفة الـ end line ما بتفرق عنها إشي أبدا يمكن تفرق بشغلة إياها تنفيذها أسرع من الثانية بس بالبرمجية أنتوا تتعلموها السي بلس بلس ما بتهمش كثير يعني كل الكودات بسيطة وسهلة ما بتأثر قد يعني قد ما كبر الكود بضل سريع ما بيأثر عليه أما في كودات طويلة اللي بتلاقيها بآلاف الأسطر بينجبروا يستعملوا مثلا اند لاين عوضا عن الشحطه ان او شحطه ان عوضا عن اند لاين حسب اياها اسرع فيهم. سي اوت اي تمام بيجي بيطبع لي اي بينهي السطر بيطبع لي بي بينهي السطر. حلو التي التاب بيترك لي فراغ تمام هسه انت لما تستعمل الوورد لما نستعمل ثواني اعلق الشاشه تمام لما يجي نستعمل الوورد مش لما تيجي تكبس تاب بيمشي لي اكثر من سطر هيك خانه ورا بعض تذكروا هذا الشيء الشحطه تي تترك لي فراغ بين الشيء اللي طبعته الاول والشيء الثاني يعني جيت طبعت اي شحطه تي بروح بترك لي مقدار معين مش حافظينه بيختلف من جهاز لجهاز غالبا في اجهزه تكون 8 فراغات في اجهزه 6 في اجهزه 10 اعتقد بهالحدود 8 6 او 10 بيترك هالقد فراغات وبيطبع الشيء الثاني بيطبع بي زي هيك A بيترك فراغ معين بيطبع بي تمام A
ايش عفوا الرمز اللي بعده او الامر اللي بعده اللي هو شحطه ار. شحطه ار بتحكي لي انه ارجع لبدايه السطر وكمل شغلك تبعتك. كيف تشتغل هذا الشيء؟ انا قاعد بطبع A، هي نمشي على المثال هذا سي اوت A B C D، شفت الشحطه ار، انا المؤشر حاليا واقف قاعد بينبض هون، مؤشر واقف وبينبض هون، بستنى منه ايش؟ بستنى مني امر انه رمز جديد يطبعه. ما شاف امر حكى، ما شاف رمز يطبعه، شاف امر حكى الامر هذا ارجع لبدايه السطر، فبيجي المؤشر بينتقل لهون وبشوف شو عليه يطبع. بيطبع لازم الاف، بشطب الاي بيطبع اف، بشوف بيمشي المؤشر خطوه لقدام مكان البي، بشوف انه لازم يطبع الجي بشطب الجي بيطبع الجي، هذول نفسهم بضلوا سي دي بضلوا نفسهم، فبيطبع لي على الشاشه اف جي سي دي. نجربها على السريع، clear all drawings تمام، نجربها على السريع كيف يطبع لي اياها. سي اوت حكيت له A B C D، شحطة R F G تمام، end line هون، نطبق البرمجية نفذها تمام. شو اللي صار فعليا؟ طبع A B C D، راح رجع مؤشر آخر، أول شيء مسح ال A حط مكانها ال F، مسح ال B حط مكانها ال G، كمل عادي. بس هيك بتكون اعتبرها يعني. نرجع للفيديو، هاي الشرح حكيته انا موجود هون بس. This is... تمام، شوف الامثلة هذول، شوف كيف بيطلعوهم، نفس اللي اخذناهم بالضبط، فرقوش ايش عنهم. هون اللي حكيت له هلو بيطبع، بيرجع الار، بيرجع لاول شيء، بينزل سطر جديد، بعدها بيطبع everyone. ففعليا طبع الهلو، هذا القلم انا ايش صار عندي؟ طبع الهلو، المؤشر هسه واقف هون بيستنى مني رمز جديد، ما في رمز، حكيت له امر ارجع لي اول شيء، صار المؤشر هون، حكيت له انزل سطر، نزل المؤشر سطر لتحت، صار هون، حكيت له طبع لي everyone، طبع everyone. نكمل. حلو، في عندي شيء اسمه بالبرمجيه الكومنتس. الكومنتس يعني زي كانه انا مثلا بدي اكتب هذا الكود، بس انا مثلا مش انا الوحيد اللي بشتغل على هذا الكود، انا ومثلا زملائي اللي بالوظيفه بنشتغل عليه. فرضا انا بشتغل مثلا بالنهار، هو بيشتغل بالليل، وحبيت اترك له مثلا ملاحظه هون عشان هو يفهم علي مثلا انا استخدمت هذا الرمز لايش. فمثلا انا باجي بحكي له هون احنا قاعدين نشتغل مثلا على مشروع اله حاسبه، عارفين اكثر من رمز، انتجر A، انتجر X، انتجر B، C، وانتجر D. مثلا انا باجي بحكي له انا باجي هون مثلا بحكي له بالكومنت انه A، دقيقة بس، هيك رمز الكومنت، تنتين لقدام. اوكي لا انا مخربط، تمام. هيك رمز الكومنت، اشارتين تعاون القسمة، اجي احكي مثلا A A B C D stands for the calculator program. تمام، مثلا قاعدين نشتغل اكثر من كود بغض النظر هون بين واحد بس، المفروض نشتغل اشياء كثيرة. باجي بحكي له انا بجملة كومنت انه ال A وال B وال C وال D هذول تبعات لبرمجية الآلة الحاسبة، يعني مثلا اترك لي هذول الأرقام الرموز، لا تغيرهم، لا تلعب فيهم. مثلا أنا اشتغلت برمجية وبدي أرد أشتغل عليها بعد أسبوع، غالبا راح أنسى أنا ليش كتبت هاي الرموز، فأنا مشان أذكر حالي نفس الشيء بكتب زي هيك. هذول لما أجي أنفذ البرمجية ما بيأثروا على البرمجية أبدا، يعني ولا كانوا موجودين. يعني زي كأنهم هيك مش موجودين أبدا. مخفيات، مش شايفهم كومبايلر. افرض انا ما بدي اكتب سطر واحد من الكومنت، بدي اكتب فقره كامله كومنت. باجي بحكي هون هيك نجمه، كمل 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 حكي، كمل 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 حكي، بكمل حكي على الفاضي. بدي اسكر الكومنت، خلص انا خلصت الكومنت تاعي، باجي بعمل نجمه وشارت قسمه.
كل إشي داخل هذول الرمزين، الرمز هذا والرمز هذا كومنت، ما لهم أي وجود عندي بالكود، يعني زي كأنهم بالضبط هيك مش موجودين. وبس هاي هي استعمالها في الكومنت، لا تذكر نفسك، لا تذكر أحد ثاني، لا تنبيه لإشي، بس ما 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 بيأثروا يعني. وما بتنفذوا البرمجية، لو اجت زي هيك اشارات الكومنت وسي اوت، هاي حيشوف لي اياها كومنت، مش حيشوف لي اياها تنفيذ برنامج، هاي كومنت مش حيطبع السي ابدا. تمام، دائما لما نشوف اشارات الكومنت يعني ما تنفذ هذا السطر لانه ما له وجود عندي بالبرمجية. clear all drawings again، كمل. اوكي، اذا بتستعمل لاكثر من سطر زي ما حكينا، الشحطه نجمه، بنهي اخر شيء نجمه شحطه، ترتيب نحفظه very important note. هذول النوتات اللي حكيت لكم عنهم، اول شيء مثلا integer x 3.2، اذا بدي اطبع الانتجر x حيطبع لي 3 مش 3.2، لانه اي شيء بعد البوينت ما بدي اياه، انا بدي عدد صحيح انتجر وما بقرب، مش انه يعني لو كان 3.5 حتصير، او عفوا 3.6 حتصير 4، على بياخذ عدد صحيح فقط ما بقرب، حياخذ 3 زيهم 6.999 مش حتصير 7، حتضل 6. اوكي، برضه حكينا عن ملاحظه اللي هي لو بدي اقسم دبل على انتجر. هسا انا عندي انتجر اكس يساوي بعطي قيمه 5 تقسيم 2، تمام، 5 تقسيم 2، 5 دبل تقسيم 2 انتجر، 5 تقسيم 2 حكينا 2.5، تمام. هسا انا داخل هون محفوظ عندي ايش 2.5 هذا الموجود، ولكنه انتجر، لكنه انتجر حياخذ 2، حيمسح النص وحيضل على 2، تمام. هو فعليا انا حفظت عندي قيمه 2.5 هون، ولكن استدعاء الاكس او قيمه اكس الفعليه صفت بالنهايه صارت 2 لانه انتجر، تمام. لو انا معرفها دبل بالاساس، حلو، هاي كمان شغله ثانيه، لو انا هون كنت معرف دبل وعملت عملية هاي وطبعتها حيطبع لي 2.5، لانه انا معرف دبل وبيستقبل المصاص والفراطه يعني بعد البونت. افرض هاي الحاله، انا معرف دبل اكس وحكيت له اطبع لي، خزن لي قيمه اكس 5 تقسيم 2 انتجر تقسيم انتجر. حكينا انتجر تقسيم انتجر دائما ناتج انتجر، حيكون 2.5 ناتج، ولكن نتغاضى عن النص بصير انتجر. يعني انا حكيت لهم 5 تقسيم 2 هو فعليا ايش حيصير 2.5، ولكن لاني انا بقسم انتجر على انتجر فانا بتغاضى عن هاي. هسا انا صفيت من العمليه الحسابيه هاي، حصلت على رقم 2 فقط وليس 2.5، باجي بخزن رقم 2 بالدبل اكس، لو بدي اجي اطبعه حيعطيني 2. clear all drawings، تمام. static cast، الستاتيك كاست اللي هي احدى الطرق لحتى احول من صيغه لصيغه، انا كنت قاعد بشتغل على صيغه انتجر، بدي احول صيغه الانتجر هاي لدبل. كيف بيتم استعمالها؟ باجي بحكي static شحطه كاست، يعني هاي هذا امر جاهز ثابت بالبرمجيه، بفتح الاشاره الاصغر من وبحط الداتا الجديد، النوع الجديد اللي بدي اياه انا. انا كان عندي النوع انتجر، بدي اعمل لي دبل، فباجي بحكي له هذا المثال انتجر اكس تساوي 5 سي اوت اطبع لي، بس قبل ما تطبع حول static cast، حول لي لدبل ايش احول القيمه اكس واقسم لي اياها على 2. فشو بيصير؟ بيجي على static cast على 5 بيحولها لدبل وبيقسم على 2. احنا قلنا اذا بقسم دبل على انتجر يعطيني دبل 2.5، لهيك راح يطبع لي 2.5، تمام؟ لهيك حيعطيني 2.5. نجرب احنا هاي الكود عشان نشوف الفرق بيناتهم. نفرض عندي انتجر اكس، انا عندي انتجر اكس، حكيت له اكس تساوي 5، رحت حكيت له سي اوت اكس تقسيم 2، تمام، بصير اند لاين. الحالة الثانية جيت حكيت له سي اوت ستاتيك، طبعا موجودات ستاتيك كاست، لا دبل للاكس مقسم لي اياها على 2 وعملت اند لاين وخلصت. طيب ايش يون
ما عم بستعمل تقنية، إذا في مشكلة أو إشي. طيب أوكي بنحط الإكس هون بين أقواس. أوكي ما عم بستعمل هذا، بضرب أنا بواحد من زيرو. في إيرور ظاهر هون، نجرب. لا تمام، الوضع شغال صح. حلو، شو طبع لي؟ طبع لي 2 و 2 ونص، بس برضه اتاكد من الشير سكرين انه الشاشه تمام. 2 و 2 ونص، الاثنين الاولى من وين اجت؟ انا حكيت اذا طبعت او اذا قسمت انتجر على انتجر يعطيني انتجر، فانا قسمت 5 انتجر على 2 انتجر اعطاني 2. اما هسه هون انا حولت القيمه الانتجر هاي لدبل ستاتيك كاست اكس، حولتها لايش؟ لدبل بهاي الطريقه، بعدين قسمتها على 2، اذا قسمنا دبل على انتجر بيعطيني دبل. طيب نعطيك كمان طريقه ثانيه، هذه احمل ستاتيك كاست. جيت انا حكيت له سي اوت، وغالبا انا بستعمل هاي الطريقه باغلب اللابات، اكس ضرب 1.0. بعديها قسم لي على 2. هاي الحاله لازم يطبع لي 2.5. تمام؟ هي طبع 2.5. اخذ عندي انا الاكس انتجر ضربها بدبل، اذا ضربت انتجر بدبل بيعطيني دبل، فالناتج العملي صار هون انا عندي اول شيء لو لويلا ضرب صار الدبل، انا قسمت دبل على انتجر اعطاني دبل. هاي ابيح من انك تحول لستاتيك كاست في حال نسيت الستاتيك كاست او ما بدك تستعملها لانها طويله وبتغلبك، فخلص اضرب ب 1.0. 1.0 لانه دبل، يعني بدقق على شغله انه 0.0. تمام، وهون نفس الشيء مثلا. خلص هاي الفكره اللي بدي اياها من هون وصلت ان شاء الله يعني. ريكورد تمام، كمل الشابتر هاد وننهي الفيديو. خلصنا شغله الستاتيك كاست والتحويلات خلص. تمام، هل بتزبط الطريقه على الارقام الثابته مثل 5 ولا؟ دقيقة، لا خلص هاي نفس المثال اللي استعملناه، خلص ما فرق شيء. عندي شيء اسمه الفيكست والست بريسيجن، شو وظيفتهم؟ عندي الست الفيكست عفوا والست بريسيجن. مرات تنجبر انت تطلع الرقم مثلا من 4 خانات من 5 خانات، مثلا انت تشتغل بسوبر ماركت على الكاشير بدي اطلع الفاتوره، فالفاتوره بتكون كيف الارقام؟ بتكون هيك 2.5430 مثلا، بيعتبر ليها ايش؟ 4 خانات. الفاتوره ما بتطلع لي اياها 2.543، بيحكي لي مو هذا صفر، ما بيجي بيحكي لها صفر فخلص ما بدي اطلعها، لا الكاشير هذا او الجهاز ما بعرف شو اسمه اللي بيطلعوا منه الفاتوره بيكون ثابت، خلص بيطلع 4 خانات سواء كانت صفر ولا لا، ممكن يكون كلياتهم هيك 2.0000، لازم يطلع لي الخانات. هاي الشيء كيف ببرمجه؟ بهاي الطريقة بالفيكست والست بريسيشن. باجي أنا بدي أطبع شغلة، أو خلينا أكمل القراءة بعدين بس بنشوف مثال. في بعض الأحيان أحتاج تحكم شكل المخرجات في الأرقام عدد الخانات بعد الفاصلة العشرية. مثلا بدي أطبع خانتين بعد الفاصلة أو 3 خانات. وهيك لتنفيذ هذه الامور اقوم باستخدام فيكس وست بريسيجن، والصيغه العامه لها كالاتي. بدي اطبع مثلا، فرجيك اياها هون اريح البرمجيه. بدي اطبع مثلا انا عندي الدبل ار يساوي 1.234 2 3 4 5 6 7 8، واعطيني هون صفر ووقفه. تمام، انا بدي اجي احكي له اطبع لي ايش؟ اطبع لي ار ستاتيك مش ستاتيك كاست عفوا سي اوت فيكس صح فيكس نعم ست بري سيجن مش موجودة ست بري اس اي اس اي او ان ست بريسيجن اوكي حيعتبر لي اياها مبدئيا غلط هسه بحكي لكم ليش. فاصلة اطبع لي 5 خانات بعد الفاصلة للعدد ار. هيك اتوقع اني انا مستعملها بالطريقة الصح. ست بريسيجن تمام.
بيعطيني ايرور. ليش؟ لانه السنت بريسيجن تابعه لمكتبه ثانيه. طالما تابعه لمكتبه ثانيه بتعملها استدعاء. المكتبه هاي اللايبرري اسمها اي او، هذيك اي او ستريم، هاي اي او مانيب. مانيب تابعه من كلمه جايه من كلمه مانيبيوليشن اللي هي تلاعب، تلاعب بالترتيب بالصيغ. انا هون قاعد بتلاعب كم فاصله بدي بكم عدد، لهيك مستدعي مكتبه اسمها ايرور مانيبيوليشن. هسا راح الايرور لما استدعيت المكتبه، المفروض يطبع لي ايش؟ واحد، بلش عد خمس ارقام بعد الفاصله، بيطبع لي اثنين، ثلاث، الاربعه، خمسه، والسته. لازم يطبع لي واحد، بوينت، اثنين، ثلاث، اربعه، خمسه، سته. لو اخذنا برمجيه اجى طبع لي 1.2 3 4 5 7. اوكي طبع لي، ليش طبع 7 مش 6؟ قرب العدد الاخير، قرب العدد الاخير. لو شلنا التكست اتوقع يروح التقريب. دقيقه اوت، اتوقع ان فيكس وظيفتها التقريب وست بريسيجن للخانات. فلو انا شلت التقريب اتوقع هيك يطبع لي الاولى، يطبع لي فيها 1.2 3 4 5 6، والثانية 1.2 3 4 5 7، وليس 6 آخر شيء. هنا end line، وهنا end line، ونفذنا البرمجية تمام زي ما توقعت. لا توقعي برضه غلط، قرب لأقرب قيمة. طيب بشوف هاي ايش حلها، ايش وضعها، وبرجع بحكي لك عنها. بيجي على 1.2 3 4 5 6، بيجي بياخذ مثلا عدد الخانات اللي انا حكيت له عنهم. بيجي صار في شغله، دقيقه، 1.2 1.2 3 4. هون طبع لي اربعه بدون فيكس، طبع لي اربعه بعد الفاصله، اربع خانات. هون مع الفيكس طبع لي خمس خانات. خلوني اتاكد منها وارجع احكي لكم عنهم بعدين. تمام نبدا، بس انه وصلت انه انا كم خانه بدي احدد، ولكن ليش قرب مش عارف صراحه. تمام بشوفها وبرد لكم خبر ان شاء الله عنها. وهون نفس الشيء نقرب. تمام خلص نتركه وننتقل على الشيء بعده. عندي شيء اسمه set w. مرات انا بدي اطبع شغله واترك فراغ. قبل شوي لما تركنا فراغ تركنا بالتاب، حكينا شحطة تاب. بس افرض انا ما بدي اترك العدد شحطات اللي بتتيح لي اياها التاب، انا بدي اترك فراغ مختلف. يعني لو انا بدي اجي اطبع الشكل التالي اللي هو سي اوت، يعني انا بالنهايه بدي يطلع لي على الشاشه الشكل هذا، اي مثلا هالقد بي. نفرض هذول 15 فراغ مثلا، انا كيف بدي اخليه يطبع لي هذا الشيء؟ اجي بحكي له سي اوت ايه اوكي ست دبليو، ست دبليو لا 15 فراغ، هذه اطبع لي البي. لو انا حكيت الحكي هيك راح يطبع لي اياه ويترك لي 15 فراغ. المفروض هياتهم هذول 15 فراغ. تمام لو نجرب نطبع والله السي اوت، نقول نفس الفوق، بدي اترك انا تاب الفراغ قبل شوي اللي هو كان هيك، مش اخذنا شيء زي قبل شوي الشحطه تي، بيترك لي فراغ تاب، نشوف كم فراغ بيترك. هيا في فرق بالتابات، هون فرق فراغ 2 3 4 5 6 7، سبع فراغات ترك. هون حكيت تقدر تنجاز الجهاز، هون انا ترك عندي سبع فراغات، سبعة عفوا ثمانية وطبع على الثامن، سبعة ثمانية وطبع هون على الثامن على الخانة الثانية. فلو انا بدي احدد عدد الفراغات بدي اياهم استعمل الست دبليو، هاي وظيفتها. في عندي شيء اسمه البي او دبليو باور اللي هو الاسس او القوة. لو انا بدي ايش اعمل؟ بدي مثلا خمسة قوة اربعة، باجي بحكي له سي اوت مثلا يطلع لي 5 قوة 4 سي اوت بي او دبليو، نفتح القوس. طبعا هذا الشيء اسمه فانكشن، بي او دبليو فانكشن. دائما اتذكر انه اذا بدي استعمل فانكشن بدي افتح اقواس، دائما اقواس بيجي مع الفانكشن.
5.4. هذا الشيء بيحكي لي انه ايش؟ 5 للقوة 4. تمام؟ اتوقع اذا فعلتها هسه وشغلت البرمجية يعطيني ايرور، الا اذا عدلوا الشغلة، لازم استدعي مكتب اسمها CMath. تمام، اشتغل صح. هو المفروض لازم انا اجي هون، يعني لو بستعمل البرمجية القديمة عادي الايرور الموجودين كانوا زمان راح يضلوا يطلعوا عندك. لازم تعمل CMath لحتى ما يطلع عندك هذا الايرور. زي ما قبل شوي توقعت يطلع الايرور تاع الاشارة اكبر من اكبر من بالسي ان، بس ما طلع. شكلهم مضبطينها بالنسخة الجديدة من البرمجية 2019. تمام، الباور تابع قلنا للCMath، فلازم استدعي مكتب اسمه CMath. هاي هي زي ما استدعينا للست بريسيشن والفيكست، استدعينا للايو مانيبيليشن، لازم استدعي CMath للباور. نرجع نلف البي دي اف. تمام، زي هيك نستعملهم POW 2.0، يعني هاي 2 للقوة 3، جواب 8، 4 للقوة 2، 16. هون كيف جايبها صيغة غريبة شوي. لو حكيت أنا هون Cout، ناخذ مثال مبين هون شوي شوي. Cout POW POW لا شيء ثاني، هو X فاصلة إكس فاصلة إكس تقسيم 8. حلو جدا. سي أو تي أو. طيب ليش معطيني إيرور؟ بحكي لي ما في عندك قيمة اسمها إكس، حكيت له إنتجر إكس يساوي 4. نفس المثال بالضبط. هسا المفروض الإيرور يروحوا. تمام هيك. في أو دبليو في إيرور. ثواني هسا بنشوف إيش هو الإيرور. تمام بيحكي لي overloading argument overloading function. تمام خليهم برضه كمان مع ايام مع الفانكشن حيجوا لقدام. مش عارف ليش هاي برضه العلقة تطلع عندي. لو شلنا طيب جوز كوسين جوز كوسين. تمام ثواني، في شيء مستعمله غلط. انا بقول اقول نعم، مش مكمل هون الحد الواي. انا مش مكمل للواي. الواي عندي كم قيمتها؟ انتجر واي تساوي كان في ايرور. هسه هيك المفروض تمام الوضع. نعم 100%. لو فعلنا حيعطيني الجواب 1. اوكي الجواب هو مش لازم 1. الجواب مش لازم 1. لا عندي الاكس 4 والواي 3. هون اكس اكس تقسيم 8. طيب لو مشينا احنا فيها خطوه خطوه، اجيت فعلت اول شيء الباور الاولى، هاي باور. باجي بحكي نستعمل، قلنا احنا تعال بنشتغل بالاقواس من جوا لبرا. الباور الاكس اللي هي ايش؟ 4. باجي بحكي له 4 للقوه ايش؟ للقوه اكس شحطه تقسيم 8. اكس تقسيم 8 كم؟ نص. ف 4 قوه نص كم تساوي؟ جذر الأربعة وهي 2. اوكي فجواب هاي 2. جيت انا حكيت له هسه صارت كيف معادلة الباور؟ لا ب 2 مع الواي اللي هي 3. لازم هيك تصير بالعملية ويطلع عندي الناتج 8. بس شكلي انا مش ناقل صح الاقواس 100%، لهيك اختلفت الاولويات. بس لازم الجواب يطلع زي ما قلنا 8 زي هيك. بالنهاية تصفي عندي 4 قوة نص 2، 2 قوة 3 تعطيني 8. لو جيت انا شايف القسمة تمام صاير في شغلة ترتيب الأولويات هون. خلص خلونا على الحكي حكيناه وليس على الجواب اللي بيطلع معي هون، لأن الجواب غلط قاعد بيطلع. مش عارف ليش قاعد بيطلع 1، هو المفروض يطلع 8. هاد هون غلط. خلينا نتأكد بعدها، أجرب برمجية ثانية.
واحكي لكم عنها برضه. طيب هون الأمثلة نفس الشيء قلنا الأربعة هو 2 16 توقع أنه خلصنا لسه دايل إيرز very important notes. انتجر x يساوي 2 x يساوي x زائد 2 c out x. اوكي انا عندي قيمه x تساوي 2 اجيت حكيت له عدل لي قيمه x واعمل لي اياها تساوي f x تساوي x زائد 2 اللي هي بالاساس 2 زائد 2 تساوي 4. قيمه جديده لx صارت 4 يعني اجى البرمجيه شفطت على قيمه x اللي هي 2 صارت 4 وبيطبع لي 4 على الاوتبوت. كلير اوتبوت تمام. طيب دقيقه هذا المثال خلوا لي بعدين. هذا المثال تابع لشيء اسمه ASCII code. انا بجمع الارقام للرموز. هذا تابع لشيء اسمه ASCII code بناخذ الموضوع بعدين نتوسع فيه اكثر. لا عشان اعجق فيه هسه لانه شغلته معجوقه شوي بدناش نعجق اكثر واكثر. يعني بس اعطيكم عنه لمحه مثلا زي ما هو نذاكر انه A اجمع الـ A 3 بتصير دي يعني A B C D. أنا جمع الثلاثة صار D. هيك هو بيعتبرها. نحكي لكم عنها بعدين إن شاء الله. شغلتها سهلة بس بدك ترجع لجدول جدول جاهز يعني كل رقم بيعبر عن قيمة اسمه ASCII code. طيب عندي شيء الـ errors أخطاء. الأخطاء بالبرمجية هاي اغلبهم راح يكونوا عندكم سنتاكس ايرور خطا في الجمله او في كتابه الجمله. ليش؟ بيكون احد الاخطاء هاي انه انا مش مسكر فاصله منقوطه. هذا من اكثر الاخطاء اللي بتصير معنا. ما في فاصله منقوطه بيعطيني ايرور. مستخدم انا متغير ما عندي صلاحيه اوصله او اصلا المتغير مش موجود. زي ايش؟ مثلا انا عامل له سي اوت لاكس وانا اصلا مش معطيه اكس بالبرمجيه ولا معرف له اكس. فبرضه بيعطيني ايرور. مره علينا قبل شوي انه حاولنا نطبع اكس وهي مش موجوده وكانت ايرور. ولو تركنا مثلا شيء من غير فاصله مضبوطه برضه ايرور. هذا اللي حكيت لكم عنه السي ان اكس فاصله واي. هذا المفروض يعطي ايرور لازم. يعني انا صارت معي باللاب واعطتني ايرور. كنا نستعمل برمجيه 2010 برمجيه قديمه. بس زي ما قلت لكم صلحينا برمجيه 2019 ف بهاي الحاله بيستقبلش غير اول متغير الاكس. ما بيستقبل المتغير الثاني واي ما بيعتبره موجود. ولكن هو بالاساس لازم يعطي ايرور. لازم يستعملها هيك اكس واي. لازم هاي الصيغه تنكتب. ما بيزبط الفاصله لا فيها ولا بالطباعه. تمام. ران تايم ايرور. في عندي ران تايم ايرور. الرن تايم ايرور بدي احكي لكم عنها بتصير زي كانه البرمجيه بدها تنفذ لما لا نهايه. يعني انا بحط البرمجيه بدائره ما لها بدايه يعني ما لها نهايه خلص بحطها بمسار ما تقدر تطلع منه. بخليها تلف جوا نفسها بحيث انه ما تطلع من العمليه اللي بتعمل فيها فبيعطيني شيء اسمه رن تايم ايرور. برضه هذا اغلبهم راح تشوفهم باللوبس لما نستعمل جمل الدوران راح نشوف فيها الرن تايم ايرور. بضل الامثله هذول جربوا حلوهم شوفوهم الشرح يعني ان شاء الله يكون فيه خير واستفدتوا. وحلوا الامثله وببعث لكم الدوسيات اذا هم مش موجوده دوسيه بي دي اف تاعت اويس بشرح منها قال ببعثها على الجروب ان شاء الله او بحطها مع الفيديو اذا انرفع على اليوتيوب بحطها بالدسكربشن للفيديو. ولهون بكفي اعتقد ويعطيكم العافيه جميعا.